تفوق على ميلف في الركنيات 2-1. كرة تبعت لوتشرين مرر انطلاق الان لمصلحة الميلان عن طريق ايمانويلسون. ايمانويلسون انطلق يواصل انطلاق ايمانويلسون يبرر لي في ليجاندو كاكا كاكا ممكن 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 الكرة. شوف التمريرة تمريرة من إيمال ويلسون وكرة جميلة من كاكا ذكرتني بكاكا 2003 2004 2005 2006 2007 والآن نحن في 2014. ريكاردو كالوتيلي بالوتيلي بالوتيلي مع الكرة بالوتيلي يتمهل بالوتيلي عرضية والثانية ريكي الثاني الدوبلي الثاني البرازيلي الثاني للميلان ريح الديابولو ريح الروسونيري ريح ميلان يا ريكاي ريكاردو كاكاي سجل الهدف رقم 1% بقميص ميلان والهدف رقم 75 ليه في السيريا هو الهدف الثاني لميلان بعد معاناة كبيرة بعد ضغط من اتلانتا اللي كان قريب للباريتشو في مرة أولى وثانية وثالثة وميلان يعاقب اتلانتا الفريق اللي ضيع لابد أن يقبل اتلانتا ضيع واتلانتا يقبل وكاكا كان بطل في شوط أول وهو بطل في شوط ثاني لكن يحسب الهدف الثاني للسوبر ماريو كان وراء التمريرة بالوتيلي يعتبر هو وراء هذا الهدف قام بالاسيست 3 مرات مع ميلان فيما اكثر لعب قام بالاسيست وروبينيو 4 مرات ومونتوليفو مرتين الان بالوتيلي الاسيست الرابع ليه هذا الموسم في الدوري بالوتيلي وراء هدف ثاني كاكا كريستانتي بالوتيلي كنترول ولا اروع السوبر ماريو فيها ثالث السوبر ماريو احتفظ بالكره بالوتيلي يعيد كره للوراء شوف القيمه اللي اعطاها بالوتيلي لما دخل في الشوط الثاني هذا يدل يدل على القدرات الكبيره عند السوبر وهدف ثالث كره اجمل تسويبه رائعه دقه ما بعدها دقه والكره في البورتا لتعلن عن ثالث اهداف ميلان الميلان يتعلق وكريستانتي الصغير يسجل اول اهداف مع ميلان على اثر تصويبه ماكره على اثر كوره صوبت من بعيد تغارك كونسيلي وتعلن عن ثلاثيه الميلان وسط حضور الياباني هوندا الميلان يتعلق الميلان يتمكن من هز شباك اتلانتا لمره ثالثه شوف الكوره شوف التصويبه من كريستانتي كوره كانت على نحو مباغته خالطت الحارس كونسيلي الجراند تيرو كان من جانب اللاعب كريستانتي وكريستانتي وقع الهدف الثالث ميلان 3 اتلانتا لا شيء فرحة كالياني